بسم الله. والسؤال العريض في هذه الحلقة: من له الحق في التحدث باسم الدين؟ الحقيقي ان هذا السؤال سمعته وسمعت اجابته من فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في مجلس العموم البريطاني في محاضرة كانت تحمل نفس الاسم. والحقيقة ان هذه المحاضرة كانت لها الاثر البليغ في تحديد المفهوم وتحديد من يتحدث، وكان المفتي يومها في قمة تألقه الخطابي في مجموع غريب عليه لكن قريب إلى عقله. الحقيقة نفس السؤال كانت هناك إجابات لاحقة في جامعة أكسفورد في محاضرة تاريخية وهي محفوظة في تاريخ هذه المؤسسة التعليمية الآن الإنجليزية العريقة باسم مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام. لو أنا سألت فضيلة المفتي فهقول له: يمنح البعض أنفسهم حق التحدث باسم الدين بشكل مطلق، على الرغم أن التحدث باسم الدين مسؤولية جسيمة تتطلب علما ومعرفة واسعة بالشريعة الإسلامية وقيم وفهم عميق لسياقها وتاريخها، فمن يملك الحق الشرعي في التحدث باسم الدين وكيف يمكن تحديد صلاحية هذا الشخص؟ هذه أسئلة موجهة لفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام بعد الترحيب الحار بسيادته. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا كنت حريص أطرح على العامة وعلى المهتمين والمختصين هذا السؤال، وسيادتك وافقتني، وبالتالي لابد أن نجيب على هذا السؤال: من له الحق في التحدث بالدين؟ وهل يحتكر العلماء كمفتي الديار وشيخ الجامع الأزهر وغيره من المعممين الحديث باسم الدين، أم أن العامة والبسطاء والعلمانيين حتى الليبراليين من حقهم التحدث بالدين؟ ولا اختطاف الدين على الألسنة الجماعات الإرهابية التي تتحدث باسم الدين ولا ترى في الكون كله غيرها متحدثة؟ تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الأسئلة التي تفضلت بطرحها هي أسئلة محورية في المنهج وفي طريقة التفكير وفي التعامل مع النص الشرعي. كل ذلك يعطينا دلالة على أن من يقول أنني فهمت من النص الشرعي كذا متحدثا عن النص الشرعي بفهمه هو، لابد أن يكون فهما موافقا للقواعد وموافقا للمنهج وموافقا لطريقة التفكير التي اعتبرها المسلمون عبر العصور. وهذا راجع إلى أن الإسلام بشق الوحي المتلو وهو القرآن الكريم وشق الوحي الآخر وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النص الشريف بتعبير سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن يفهم بعيدا عن قواعد اللغة العربية وعن مناهج العلماء الذين وضعوها عبر العصور تدوينا لما ينبغي أن يكون عليه التفسير الصحيح للنص الشرعي. بلا شك أن هذا النص الشرعي يحمل بين جنباته ما يمكن أن نقول عنه بأنه ثابت لا يتغير بحال من الأحوال، وهذا يعرف أيضا عن طريق القواعد. يعني لا أستطيع أن أقول بأن هذه الآية يعني قطعية في دلالتها، وهي قطعية في ثبوتها، لكن هي قطعية في دلالتها، إلا أن أرجع إلى قواعد اللغة العربية التي ستقول لي بأن هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. هل يمكن أن أخترع معنى آخر مع هذا المعنى الواحد؟ يقول عسير على اللغة، اللغة تقول لك بأن هذا اللفظ وضع لمعنى واحد عند العرب، وهذا المعنى الواحد لا يحتمل لفظ إلا هو. إذن من يجتهد اجتهادا جديدا ويقول لي والله هذا اللفظ يحتمل معنى آخر، نقول لك للدليل. أزبط. نحن نحتاج إلى دليل، لأن هذا اللفظ بوضعه اللغوي لا يحتمل إلا هذا المعنى.
هناك عمليات فنية كثيرا، هل يمكن أن اللفظ في وضعه اللغوي نجتازه إلى وضع شرعي؟ ممكن طبعا بطبيعة الحال، لأن الأصل أننا نتكلم عن أحكام شرعية في وضعها الشرعي، في وضع المعنى لها معنى شرعي وليس معنى لغوي، وإن كان هناك بينهما تقارب كبير جدا، لكن في بعض الحالات بنلجأ إلى المعنى الشرعي الذي قصد له الشرع الشريف. لتوضيح المسألة على المشاهد، يعني لو أن إنسان قال والله وحلف يمينا وقال والله لأصلين، ففي قضية لأصلين بنقول له إيه معنى الصلاة التي قصدتها؟ يقول لي أنني أقصد الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، ولذلك نزل القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الدعاء بتاع سيدنا رسول الله لما كان يأخذ الزكاة من المزكين كان يدعو للمزكي ويدعو للإنسان المسلم الذي أعطاه الزكاة، فدي دعاء. هل أنا سأحمل هذا اليمين على الدعاء ولا الأصل أن الصلاة الآن نقلت من وضعها اللغوي من معناها اللغوي إلى معنى شرعي وهو الصلاة بهيئة محددة؟ إذن يتنازعني الوضع اللغوي والمعنى الشرعي الذي أيضا وضعه الشرع الشريف لهذه. فنرجع في تحديد الفيصل في هذا إلى نية الحالف. لأن أنا بفتكر برضو أن قد تكون نيته الصلاة المفروضة وقد يتحدث عن صلاة الشكر، هو اللي حدد. يعني إذا النية هنا واجب. فإذا أنا أعطيت هذا المثال لماذا؟ لأن قواعد اللغة العربية مهمة جدا في فهمنا وفي تعاملنا مع النص الشرعي وفي فهمنا إياه، ثم بعد ذلك في إنزال هذا النص الشرعي على أرض الواقع. يعني فضلتك هنا أنت تتحدث على أن قبل أن نتحدث من يملك صلاحية الحديث باسم الدين أو الحق باسم الدين، لابد أن نتأكد من مؤهلاته ومن حيث فهم النص شرعيا لغويا وفي معجم العرب، فهم القواعد الشرعية وفهم الدلالات اللفظية. وأضيف إلى ذلك أنه يعني بمعنى آخر أن هناك معايير محددة من التزمها ومن يفهم هذه المعايير هو يمكن أن يتحدث عن فهمه للنص الشرعي. طيب نأتي إلى المؤسسات التي لها خبرة طويلة جدا في تعليم الناس كيف يتعاملون مع النص، قبل ما أذهب في تكوين الملكة العلمية عند الإنسان. قبل ما أذهب للمؤسسات، لا زال السؤال يروح مكانه والإجابة معلقة. أنا شخصيا هل من حق أتكلم باسم الدين؟ هل عندك المقومات التي تتعامل بها مع النص الشرعي؟ هنفترض أن أنا زعمت هذا، وهل عندك تعليم مؤسسي رصين يتيح لك أن تتكلم في هذا الأمر؟ فإحنا نحتاج إلى هذه المقومات أولا قبل أن مؤهلاتك إيه؟ الأهم حاجة المؤهلات الشخصية. نعم. مؤهلات الدراسية أصدق؟ نعم، كل التعليمية، الجلوس مع المشايخ، ثم في المعاهد العلمية المعتبرة، ثم بعد ذلك هذا شوف سيادتك، تكوين المنهج العلمي في حد ذاته وأصول الفهم لا يكون أبدا بمعزل عن الزمن، بمعنى أن الزمن جزء أساسي من عملية التعليم. فيقال كم سنة مكست في التعليم؟ كويس. فيقول والله أنا مكست سنوات وسنوات وسنوات، وصلت إلى يمكن 22 سنة حتى أصبحت الآن عند الملكة التي أتعامل بها مع الوحي الشريف، مع النص الشريف. طيب 22 سنة مفرداتهم إيه؟ قال والله في سنوات أخذت فيها في التعليم وفقا للمنهج الذي اتبعته، وهذا في مؤسسة رسمية معتبرة اسمها الأزهر الشريف، اتبعت منهج التدرج في التعليم، بمعنى أنني في مرحلة معينة يلقى علي قدر من المعلومات وقدر من العلم وقدر من المنهجية تتفق مع عقلي العلمي في هذا الوقت. هذا القدر العلمي يتعمق شيئا فشيئا مع السنوات القادمة.
يعني في مرحلة الإعدادي تختلف عن مرحلة الثانوي، تختلف عن مرحلة الجامعة. كل مرحلة تعليمية الأزهر الشريف أعطاني قدرا من العلم وقدرا من المنهجية بما أقدر على فهمه في هذا الوقت، ثم أصل إلى أن أصل إلى مرحلة الحوار، الحوار العلمي. أيوة. الذي أستطيع فيها أن أناقش الأقوال المتعددة والفهوم المختلفة هنا وهنا، ووجهات النظر المتعددة التي ينتجها الدليل والتي أنتجها الدليل قبل ذلك كمرحلة عطاء علمي طويل عبر الزمان. أنت سيادتك هنا بتتكلم عن مواصفة من يتحدث باسم الدين. طبعا ما احنا بنتكلم عن من الذي يمكن أن يؤهل لفهم هذا الخطاب ويقول والله أنا الآن أستطيع أن أتعامل مع النص ومع واقع الناس خطابة ودعوة ووعظا وإفتاء. يعني ليس الأمر قاصرا على الفتوى فقط، بل كل من يتصدر للشأن الديني ينبغي أن يكون مؤهلا تأيينا حقيقيا. هي المشكلة في حمد بيه، المشكلة في أن هذا الخطاب الذي أنت تراه الآن عبر الفضاء الإلكتروني وعبر أشرطة كاسيت كانت قبل ذلك وعبر وعبر منابر متعددة، عندما تقول أين التعليم في هذه الحالة، أين المنهجية في هذه الخطابات المختلفة، تلحظ بأنها خالية عن المنهجية التي درست في الأزهر الشريف عبر الزمان. يمكن بعضهم يقول والله أنا كونت نفسي. لا يمكن إطلاقا واحد يأخذ العلم من الصحف والكتب فقط، وإنما لابد أن يجلس وأن يتحاور وأن يرى الملكات العلمية عند الآخرين. أخشى أن يفهم من كلام فضلتك أن الذي يتحدث باسم الدين لابد أن يكون متخرج من الأزهر. لا، نحن عندنا مناهج الأزهر الشريف، ولذلك حتى في جامعة أكسفورد مثلا لما ألقينا هذه المحاضرة من يتحدث باسم الدين، قلنا بأن هناك معايير وجدناها هذه المعايير في جملة من المدارس العلمية. أيوة. المدرسة الأولى بطبيعة الحال الأزهر الشريف، المدرسة الثانية وجدناها مقررة في الجامعة الزيتونة في تونس، المدرسة الثالثة طبعا ما بنرتبش أنا زمني هنا في الحقيقة ولا الأهمية، لكن يعني ليس لمكانة معينة من هذه المدارس على الأخرى، وإنما للتعداد لهذه المدارس، جامع القرويين وجامعة القرويين في المغرب العربي، الحضارمة في اليمن، المدارس العلمية في السودان المعتبرة، كل ذلك في الحقيقة بتجد قاسم مشترك بين الجميع التخصص. في أن هذا هذه المدارس العلمية بتعنى بتدريس اللغة العربية وهي أساسية في فهم النص الشرعي، بتعنى بدراسة البلاغة بأنواعها، بتعنى بدراسة النصوص الأدبية التي يمكن أن تعينني في فهم لغة العرب وتطور هذه اللغة والمفردات التي كانت تستعمل وهجرت وغير ذلك في الشعر العربي وفي النثر، بيدرس كذلك في مرحلة تالية علم أصول الفقه، العلم الضابط للعقل المسلم، العقل الاجتهادي، العقل المجتهد، العقل الإنسان الذي سيتحدث باسم الدين. ولذلك لابد أن يكون دارسا لعلم أصول الفقه دراسة مستفيضة، يعرف من خلال هذه الدراسة أولا حقيقة الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينتج عن هذين الدليلين الكبيرين وهما الأصل لكل الأدلة، ما ينتج عنهما من أدلة أخرى معتبرة لا تعتبر في الاجتهاد إلا إذا رجعنا بها إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المهنية أو هذا تكوين هذا العقل العلمي لما يأتي ويقول لي بأنني استنبطت وأخذت حكما شرعيا من القياس مثلا أو من المصالح المعتبرة، فلا يجوز لي أن أحتج عليه ما دام أنه اتبع المعايير في الاستنباط، وأقول له لماذا لم ترجع إلى الكتاب الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على طول مباشرة حيقول لي إزاي أنا لم أرجع إلى الكتاب الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أحتج بالمصالح المرسلة إلا لأن القرآن الكريم ولأن سنة رسول الله اعتبرت هذا الدليل،
فاعتبار القرآن الكريم لهذا الدليل يجعلني أستطيع أن أستنبط من خلاله وأن أعطي أحكاما شرعية. فإذا هذه الدراسة الضابطة للعقل، ثم من بعد ذلك وجدنا أنه لا بد من الإحاطة بتفريعات الفقهاء كيف تعاملوا من خلال الأدلة مع الأحكام، ينتج عني ثروة فقهية كبيرة جدا يمكن أنا بدرسها مثلا على مذهب المالكية وغير بيدرسها على مذهب الشافعية، لكن في مرحلة معينة تتلاقح الأفكار وتتلاقح الفهوم وبيأتي الدراسة المقارنة بين هذه المذاهب، بمعنى أن العقل الفقهي تحرك لأجل أن يستفيد بما عند الآخرين وأن يتناقش وأن يدير حوارا علميا هادئا غاية الهدوء من أجل تكوين ملكة علمية الذي سيتحدث فيما بعد وتصدق. مولانا المفتي الدكتور شوقي علام، الحقيقة لابد أن أسأل سيادتك سؤال مهم، والسؤال يحمل يعني رائحة اتهام أنكم تريدون احتكار الدين. نخرج لفاصل ونعود لنواصل. أهلا بكم من جديد. والسؤال المطروح مولانا دكتور شوقي علام في الفقرة الأولى تحدث عن التكوين العقلاني الرشيد لمفكر سوف يتحدث باسم الإسلام أو رجل دين يتحدث باسم الإسلام، سيواجه بهذا السؤال أنكم كعمائم وكشيوخ وخريجي أزهر تريدون احتكار الحديث باسم الإسلام، ده سؤال. السؤال الأخطر منه أن هناك من بين خريج الأزهر والمعاهد العلمية المرموقة أو الدينية المرموقة من خرج يتحدث باسم الدين وانتهى به إلى الإرهاب والتطرف. تفضل يا مولانا. أما بالنسبة للسؤال الأول، الحقيقة ليس هناك احتكار بقدر ما هناك مراعاة للتخصص ومراعاة لمنهجية علمية. لو أنت سيادتك شفت مثلا إنسان اليوم جاب مثلا 100 كتاب 200 كتاب في الطب باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وقرأها، هل يصبح طبيبا؟ لازم يبقى معه رخصة. كيف تأتي هذه الرخصة؟ عن طريق الدراسة. عن طريق الدراسة، أنه هو تخرج في أيوة كلية معتبرة اسمها كلية الطب، وكذلك المهندس وكذلك المحامي. لا يمكن لإنسان أن يقرأ كتب القانون وبعدين ثم يجاز بعد ذلك ويلتحق بنقابة المحاماة مثلا، وفضلا عن ذلك سيترافع أمام القضاء وأمام المحاكم، ولا يمكن لقاضي أن يجلس على منصة الحكم دون أن يتأهل. فكل هذه من يتحدث باسم القضاء يبقى لابد من مؤهلات علمية محددة. من سيتحدث ويشخص المرض ويكتب الدواء يبقى لابد من مؤهلات علمية معينة. يبقى إذن القضية ليست احتكار في أي مهنة من المهن، لكنه تخصص، ولكن مراعاة التخصص الدقيق. ولذلك من الذي سيدخل الأزهر الشريف ليس محددا، إنما هو مفتوح لكل أبناء الشعب المصري وأبناء العالم الإسلامي. فكل من تأهل تأهلا حقيقيا يمكن أن يمارس هذه المسألة. لكن هل أنا قلت من لا يدخل الأزهر إلا فلان وفلان من الأسر الفلانية ومن العائلات الفلانية؟ لا. فلو أنا عملت هكذا ولا احتكار، الذين سيتحدثون باسم الدين هم من طائفة محددة، لكن الأمر متروك لكل من تعلم ولكل من تأهل أيا كانت الجنسية التي ينتمي إليها وأيا كان عرقه وأيا كان لونه وأيا كانت يعني طبقيته في المجتمع. هذا كله ليس مش معيار، ليس معيارا، لكنه وإنما المعيار التأهل عظيم والتعلم عظيم وبناء المنهجية وبناء العقلية العلمية. يعني إذا هو ليس احتكار ولكنه مراعاة التخصص. طب نذهب إلى من هم متخصصين، يعني يعني أزيدك من السؤال سؤالا وأقولك مثلا أن نجوم التطرف العالميين حتى خريج أزهر، يعني مثلا أي من الزوارات خريج الأزهر، ماشي، عمر عبد الرحمن خريج أزهر، وهكذا وهكذا. يعني مقصود أن حتى التخصص قد يتخذ البعض رخصة للتحدث باسم الدين، والدين المعتدل الوسطي والدين الصحيح منهم براء. لا أنكر طبعا، لا أنكر بأن هناك من تخرج في أي مدرسة من المدارس أنه قد يحيد عن الطريق ويذهب هنا أو هنا.
نتيجة عوامل كثيرة، ربما لو احنا مثلا اشتغلنا عليه في تفكيك العقل المتطرف، كيف يفكر هذا العقل؟ ما هي الأسباب التي بنته؟ ما هي الأسباب التي أدت إليه؟ بلا شك هناك الأزهر وكل المؤسسات التعليمية والدينية، شأنها شأن بقية أفراد المجتمع، لكن كم من هؤلاء الذين تخرجوا في الأزهر أصبح بهذه المثابة؟ وكم منهم كان هادئا؟ هم صحيح، هم صحيح، هو للأمانة نظرة، يعني هم نظرة ونسبة صحيح، لكنها نظرة خطيرة، يعني نظرة أقرب للفيروسات، ولذلك لابد من الكفاح ضد هذه الأفكار. لابد من تصحيح المسار، ولابد من العمل على محورين. المحور الأول هو محور وقائي، أننا نركز في مناهجنا على إنتاج عقل علمي منضبط يتعامل مع واقع الناس، هذا الواقع المتغير جدا الذي هو في تسارع شديد جدا، وفي ربما ليس ثبات على في لحظة واحدة على موقف واحد، وإنما الواقع متغير، فلا بد من تكوين عقلية علمية تستطيع أن تتعامل مع هذا الواقع بأريحية شديدة جدا، وتقول لي في رسالة واضحة، أنا كابن المجتمع تقول لي لا شك أن الشريعة صالحة لأن تضبط حركة الحياة مهما كانت الحياة ومهما كانت طبيعة الحياة في بساطتها في وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تعقدها وتشابكها في الوقت الحاضر، وربما تتعقد أكثر، يعني عندما سنبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى في المؤتمر القادم لدار الإفتاء المصرية محور مهم جدا من محاور الذكاء الاصطناعي الذي هو لغة المستقبل، والذي نحتاج لأن نستفيد منه كثيرا، لكن المخاطر والجانب الذي السلبي قد يكون أيضا مزبوط موجودا، الجانب الأخلاقي والجانب المزبوط، ولذلك لابد أن تكون هذه العقلية ضابطة وفاهمة ما هو يؤدي إلى مفسدة تتنبه إليه وتدفع وتقي وتعالج، وما هو يؤدي إلى مصلحة لابد لهذه العقلية أن تنمي وأن يعني تكبر هذا الجانب الإيجابي وتعمقه أكثر حتى يستفيد الناس. فنحن إذن يعني ينبغي على العالم أن يتعامل بهذه الوجهة من النظر، أن يتعامل في على مرحلة إيجاد مرحلة الوقاية التي تقي العقل المتعلم هذا من أن يحيد عن الطريق، ثم إذا علمته وتركته في الحياة ووجدته يعني على غير الجادة عليك أن تقوم هذه الفتاوى الصادرة عنه. ولذلك في مراحل السابقة ونحن نرصد حركة الفتوى في العالم كله وليس في مصر فقط عن طريق المؤشر العالمي، وده أول مؤشر في العالم بيقيس الفتوى وتأثير الفتوى، هو الآن له يمكن 5 سنة بيشتغل عندنا في دار الإفتاء لما أنشأناه. يعني هذا المؤشر في الحقيقة يقول لي بأن هناك جانب سلبية هنا، هناك جانب إيجابية هنا، الفتوى هنا صدرت وفق المعايير العلمية في الموضوعات المحددة، الموضوعات التي تهم المجتمع هنا وفق التصنيفات المختلفة التي يعمل عليها هذا المؤشر. ولذلك كل هذه الأمور بتساعدني أنا كإنسان متصدر للشأن الإفتائي، تساعدني أن أنظر أين الإيجابي وأين السلبي فأعالج في مرحلة العلاج. يمكن في هذا الشأن من الجدير بالإشارة أيضا ومما يساعدنا على تعميق النظرة الإفتائية أن احنا عملنا مرصد لاستشراف المستقبل الإفتائي، نظرا أيضا لتشابك الحياة الآن ولتعقدها ولتطورها السريع نحتاج إلى استشراف مستقبل، إيه القضايا التي يمكن أن تطرح في خلال 10 سنوات القادمة مثلا عليها. نعم احنا اشتغلنا يمكن على قضايا عديدة جدا سينتجها الذكاء الاصطناعي عزيز. كيف سنعد أنفسنا؟ هذا الإعداد مش عشان نتكلم، مش عشان نقول الفتوى فقط، لكن الإعداد تهيئة البيئة الإفتائية بتدريب الكوادر البشرية وإطلاعهم على أحدث
التقنيات الموجودة، كيف سيعمل هذا الذكاء الاصطناعي على محاورنا المختلفة. فلنكن مستعدين من الآن لإيجاد الحلول لهذه القضايا، لكن بمنهجية علمية ورثناها عن السابقين. مولانا طبعا الوقت يعني أزف، لكن احنا عندنا قضيتين في هذا الموضوع لازم نناقشهم إن شاء الله الحلقة الجاية. موضوع استفتي قلبك وكأنها رخصة لكل من يفتي. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الموضوع، ماذا قال مؤشر الفتوى عن المتخصصين الذين استلبوا أو اختطفوا العلم الديني وذهبوا به بعيدا في هذا السياق. لكن سؤال هذه الحلقة سؤال مهم جدا. السيدة بتقول اضطررت للطلاق من زوجها علانية، لكنني تزوجتها عرفيا حتى أتحصل على معاش والدي. الموقف هنا ايه افتائيا وشرعيا؟ هو الموقف ايه اصلا من موضوع الزواج العرفي؟ تفضل. بطبيعة الحال السلوك الى او الالتجاء الى هذه الطريقة من التحايل لاجل الحصول على مال، وده احد محاور كثيرة جدا يمكن بتدفع الى قضية الزواج العرفي، انها بعضهم بيطلق رسميا. أيوة. يعني يكتف الوسيقة بأنه مطلق عشان يتقدم بهذه الوسيقة المعاش إلى المحكمة عشان تأخذ المعاش الأكبر، تأخذ المعاش أو تحافظ على المعاش أيا كان السبب. أيوة. يعني لا شك أن هذه الحيلة التي اتخذها هؤلاء الناس للحصول على المال، هذا المال ليس حلالا، هذا مال حرام، هذا مال حرام لا يجوز أن يأكله الإنسان، لأنه أعطي بوصف ليس حقيقيا. أيوة. يعني أن المعاش في تحايل، يعني المعاش الذي سيعطى من الدولة أو الراتب الذي يعطى للموظف بيعطى بوصفه بوصف محدد. لو أن هذا الموظف استقال من الوظيفة أو فصل من الوظيفة، هل سيستحق هذا الراتب؟ لن يحصل بلا شك، لأن الوصف الذي استحق عليه الراتب غير وارد، لا كان موجودا ثم زال. كذلك هنا أنها تستحق المعاش إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت زال الوصف الذي تستحق به المعاش، ومن ثم لا يجوز لها أن تحتال لإرجاع هذا الوصف مرة أخرى. طب. لتأخذ المعاش. مع أنها في الحقيقة تقول بأنها تزوجت، هي تزوجت فعلا زواجا عرفيا. إذن نحن أمام إشكالات عديدة جدا، إشكال الحصول على المال دون حق، وهذا يمثل أولا فضلا عن أنه احتيال إلى أنه يؤدي إلى أننا نأكل مالا حراما، وكل جسم نبت من حرام فمصيره ليس سعيدا يعني في الآخرة. مولانا هو في الدار الإفتاء انتهت لحرمة الزواج العرفي؟ لا، لحرمة المال الذي يعطى بهذا الوصف. لا أنا بتكلم عن الزواج العرفي بشكل عام. بقى نحن ننصح لا خليك بوصفك الزواج الرسمي الصحيح الذي فعلناه قبل ذلك، وبعدين بعد ذلك الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عظيم. رزقنا على الله سبحانه وتعالى. اتصالا بهذا، الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي بننظر إلى الأركان والشروط، احنا طبعا لا ننصح به. لا تنصح. أنا شخصيا لا أنصح بالزواج العرفي كمفتي وكرجل دين وكالدكتور. نعم. شو أعلام. نعم. لا تنصح به. لا أنصح به على أي مستوى من المستويات. على أي مستوى؟ ليه؟ لأنه ما من زواج عرفي، لماذا كان عرفيا؟ لسببين. إلا وتجد السبب في سبب، في سبب ليس سعيدا. وليس سليما، هناك خفاء لأشياء معينة. أيوة، لأن الزواج العرفي هو تحايل معينة. الزواج العرفي في التعريف كده تحايل على الزواج الشرعي. حتى لو أخذنا بهذه الوجهة من النظر، فالزواج العرفي من ورائه سبب، من ورائه في سبب، ليس سببا قويما أمام أعيننا نحن كأفراد مجتمع. يعني لأن لو سألت أي متزوج زواج عرفي لماذا لم توثق هذا الزواج، لأن في سبب، ستجد أن سببا ما دعاه إلى ذلك، وهذا السبب فيه نوع من الحيلة، هذا السبب فيه نوع من الإخفاء هذا الزواج. طب لماذا لم تصل دار الإفتاء لفكرة التحريم؟ قالت مكروه أو مش حابينه يعني؟ لا، إحنا بننصح ألا يكون، لأن قضية أنك تقول بأن الشيء حرام. أيوة. يعني في درجات في ممنوع أدنى رتبة، لكن الحرام صحيح ما فيش حد عبر من العلماء لكن بكلمة ممنوع وأنه رتبة من الحرام، لكن عندما تنظر في درجة الحرام وفي درجة الواجب
بتجد أنها ليست على درجة واحدة. قضية الواجب التكليف الشرعي يعني الواجب ليس على درجة واحدة، إنما هو يتراوح ما بين الإلزام في شقيه هنا وهنا. وعلى هذا الأساس ما دام أن الأمر استوفى أركانه الشرعية من وجود ولي ومن وجود شهود ومن وجود علم لهذا الزواج، إعلان لهذا الزواج العرفي، وإن كان كل ذلك تقريبا يعني لا يحصل من واقع الفتاوى التي سأتي إلى دار الإفتاء المصرية، غالبا الولي غائب، غالبا الشهود مش موجودين كالوجود الحقيقي، إنما احنا رايحين عند فلان المأزون أو فلان المحامي أو في كذا، بيدينا صيغة معينة كده، وحن ما بيقولش الصيغة ويوقعهم وتنتهي المسألة كما نحن نبحث مثل هذه المسائل. الحقيقة نحن أمام أمر ينبغي أن كما نحرص على التوثيق بالنسبة للزواج الرسمي، ينبغي أن يكون الزواج الرسمي هو المهيمن، أن كل زواج ينبغي أن يوثق حفظا لحقوق. يعني أنا هنا لو أنا أحط عنوان لهذا السؤال: مكروه ليس حراما الزواج العرفي، لا ننصح به. لا ننصح به. فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لا ينصح بالزواج العرفي تحت أي ظرف من الظروف، على مستوى أنه المفتي وعلى مستوى دار الإفتاء وعلى مستوى شخصي لا يحب هذا النوع من الزواج. أشكرك شكرا جزيلا وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.